طيب تعالى نتكلم في جزء تاني وتصريح اخر لعبد الله السعيد طبقا للي نشر النهارده. قال لك لعبت في الاهلي لمده 6 سنوات وكنت محترفا للغايه. دي حقيقه بصراحه، كان لعيب مهم في النادي الاهلي وادى كل اللي عليه بشكل احترافي وكان مؤثر. دي حقيقه ما حدش يقدر يختلف عليها ابدا. تمام؟ ولم اواجه اي مشكله مع النادي، ده اقرار من الكابتن عبد الله السعيد ان ما كانش عنده اي مشكله مع النادي ما بينه وبين النادي او من النادي تجاهه. ولكن لديهم فكره ايه بقى؟ ان اللاعب يذهب وياتي بناء على ما يفضلونه. يعني الاهلي هو اللي بيتحكم في مصير اللاعبين. انا جبت امثله للكابتن عبد الله في بدايه كلامنا في القصه دي، شيكابالا وحسني عبد ربه والوائل الاباني وكذا حد. ما الاهلي ما تحكمش رغم ان هو كان يملك التحكم. الاهلي كان يملك التحكم طبقا للعقود اللي وقعت مع شيكابالا ومع وائل الاباني ومع مين؟ ومع حسني عبد ربه. لذلك عندما اتخذت قراري بالرحيل الى منافس كان ذلك شيئا قتلهم. الاهلي ما اتقتلش ولا حاجه يا كابتن عبد الله. الاهلي بعد ما انت رحلت خد بطولات قد ايه؟ 2 سوبر افريقي، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر مصري، 2 كاس مصر، 2 دوري. ادي 10 بطولات بخلاف برونزيتين كاس عالم. الكلام ده من 2018 لغايه دلوقتي، يعني في 4 سنين، احنا في 22 اهو. في 4 سنين الاهلي خد 10 بطولات. الاهلي ما اتقتلش يا كابتن عبد الله. الاهلي اكبر من اي لاعب مهما كانت نجوميته. هو الاهلي عمل ايه مع رمضان صبحي؟ عمل حاجه؟ لا. اللاعب رغبته راح بيراميدز، اتفضل يا رمضان صبحي. الاهلي عمل ايه مع احمد فتحي؟ كان قراره انه يروح بيراميدز، اتفضل. شريف اكرامي حاله مختلفه شويه، الاهلي ما كانش بيرغب في التجديد معاه. انا بتكلم على العناصر اللي كان ممكن الاهلي بيبقى عنده رغبه ان هو يجدد معاهم سواء رمضان او احمد فتحي. فالاهلي ما اتقتلش. فدي جزئيه غايه في الاهميه. هو بيقول لك انا ما قصرتش كمحترف مع النادي الاهلي. هنا السؤال اللي لازم نوجهه للكابتن عبد الله السعيد. هل الاهلي قصر مع عبد الله في اي حق من حقوقه؟ هل الاهلي كنادي محترف قصر مع عبد الله في اي جوانب تتعلق بعقده مع النادي الاهلي؟ لا. عقد اعلانات كان موجود، عقده مواعيد الدفعات اللي بياخدها في مواعيدها، مفيش اي مشكله خالص، مكافآت في توقيتها، كل شيء كان موفر، مش عبد الله بس، اي لاعب جوه موجود جوه النادي الاهلي، حتى لو في بعض الفترات في تعثرات ماليه واللي كان بيحصل لكل الانديه، لكن الاهلي كان بيلتزم كل الالتزام باي جانب مادي حتى لو بعد فتره بيسدد، حتى لو لاعب رحل عن النادي الاهلي، لو ليه مكافاه بطوله بياخدها، وشواهد كتير، وتصريحات اللاعبين اللي رحلوا عن النادي الاهلي كتير جدا. بس الاهلي مختلف عن غيره. الاهلي مش هو النادي اللي لما يلاقي لعيب عنده رغبه مختلفه يطلع يطلع له صور او يطلع يتكلم في اي حاجه تهين اللاعب ده او تسوق صوره اللاعب ده. لا. دي الرساله اللي لازم يعرفها الكابتن عبد الله، وانا عارف كويس جدا ان هو عارفها لان هو قعد جوه النادي الاهلي 6 سنين، لم يقصر، لم يقصر فيهم، والاهلي لم يقصر في اي شيء تجاهه. فالعلاقه بتخلص بمنتهى الاحترام، لكن انا لما ليا حق، لما يكون ليا حق ما ينفعش يا جماعه اسيبه، لان في جهات رقابيه ورايا بتراجع عليا، تمام، وفي جمعيه عموميه بتحاكمني اول باول. فدي كلها امور مهمه، مش قصدي بتحاكمني ك يعني، لكن بتقيمني، بتشوف انا خدت خطواتي صحيحه ولا لا. فدي قصه عبد الله السعيد، اعتقد ان احنا يعني شرحنا لحضراتكم كل التفاصيل يعني.